المباراة انتهت 4-0 للنادي الاهلي. بتتعدى قدامنا الكوره اهي في التلفزيون، الاتحاد جابها جول في الشوط الاول، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، رزق سيسي اشتراك عادي جدا مع سعد إيد سمير. سعد سمير حتى بص ايد سعد فين يعني، لا بص قدام ايد سعد سمير فين في دماغ سيسي، الكوره طلعت خلاص، الكرة حتى الاصطدام يعني بعد الكوره بالظبط يعني. لا انا شايف هدف صحيح للاتحاد، انا شايف انها فاول عشان برضه كل واحد يقول داخل في ده، في دفعه من رزاق، اذا كان الكوره عدت انا شايف انها فاول. حتى كابتن سمير عثمان في التلفزيون بيقول الكوره صحيح، تسمعوا؟ اه هو بيقولوا لي في الكنترول كابتن سمير عثمان بيقول الكرة صحيحة ما فيهاش أي حاجة. لازم تعاقب بتاع الكنترول اللي قال لك كده. من حقك تماما إنك تقول وجهة نظرك، لكن فكرة إنك تنقل عن خبير تحكيمي شيء ربما يكون ما حصلش، يبقى إما بتاع الكنترول اللي قال لك حاجة غلط أو أنت سمعتها بشكل خاطئ. أنت من وجهة نظرك شايف إن الكرة فاول وإحنا وضحنا، لكن ما ينفعش تقول ان حكم قال ان الكره فاول. صح احمد، احنا عندنا وقفه هنستعرض معاك وعايزينكم تركزوا معانا جدا. هل في تناول اعلامي من منطلق وجهات النظر ولا في سوء نيه؟ والفارق بينهم كبير قوي، سوء النيه والتعمد ان انا بوجهك لكلام معين. خطا الاول اللي احمد اتكلم فيه وهو فكره نقل معلومه او خبر خاطئ ان تحليل كابتن سمير عثمان للعبه إن الكورة ما كانتش هدف صحيح. نشوف كابتن سمير عثمان نفسه قال إيه. عثمان مين يجيبه؟ يعني الراجل تأتيك المصائب من حيث لا تدري. بتتقول عليه في لعبة مهمة جدا في المباراة، وخصوصا إن هي ما كانتش اللعبة الوحيدة، لأن أنت بتبروز فكرة إن النادي الأهلي فاز بأخطاء. قد نعتقد إن هي معلومة جاءت بالخطأ يا أحمد نتيجة إن حد في الكنترول قال لك. ولكن واحنا عاملين كده تايم لاين ماشيين بيه مع بعض، هنعرف اذا كان الموضوع مجرد معلومه ولا كان فيه توجه واضح. والفيديو اللي احنا هنستعرضه دلوقتي ما فيهوش اي كنترول، هو الموجود تماما وهو اللي بيتعامل مع الحكم ناصر عباس. تعالوا نشوفوا الكابتن كريم شحاته وهو بيشاغب مع الحكم في فكره رايه التحكيم. واحده الدقيقه 37 هدف ملغي او مش ملغي، ان هو مش هدف، هو كان في مخالفه قبل تسجيل الهدف. مخالفه لمين بقى وعلى مين؟ على سعد سمير. احنا قلنا مخالفه اوكري، مش اوكري، هو اوكوي او اوكوي. هو في عمل ايه يعني؟ ايه المخالفه جت ازاي؟ بص يا كابتن، هو لاحظ انا النهارده وانا بطلع بلعب الكره بالراس، انا المفروض يكون في التنافس، حتى لو اوكي دوت هيطلع معايا يبقى هو بيطلع بيتنافس على الكرة وليس بيتنافس على جسمي انا. هو لما انا ببقى في الهواء اي اصطدام ليا كلاعب مدافع في الهواء انا بختل توازني، وبالتالي ما بقدرش اوصل للكرة اللي انا مفترض ان انا العبها. انا شايف ان الدافع هنا كان موجود لحظة الكرة ما تتعمل اوفر. دافع منين بس؟ دافع منين يا كابتن؟ ده هو اللي قدامه. ده هو قدامه. اوكي قدام سعد سمير، ده هو بعد ما سعد سمير اللي عمل الكره بدماغه خبطوا في بعض اصطدام عادي. في دفعه يا كابتن كريم، في دفعه. نتيجه المخالفه يا كابتن، انا خلي بالك انا اللعبه، انا وانا مسجل الماتش وبشوف الحلقه. لا يعني حضرتك شفتها من زاويه غير احنا شفناها في التلفزيون؟ انا شايفها دفعه. لا هو كابتن الدفعه موجوده يا كابتن. لا موجود كريم، وهو حتى لو انا النهارده هسال سؤال، هو هنا النهارده اللاعب وصل للكره ولا لا؟ لاعب الاتحاد كابتن كريم حسن شحاته، مش بس يعني اتقال كنترول واتقال على الكابتن سمير عثمان ان هو قال ان الكره هدف، لا ده كمان مع حكم معاه على التليفون قال له يعني انت شفتها من زاويه في تلفزيون غير اللي احنا شفناه منه. هو الحقيقه الفكره مش في اختلاف التلفزيون او الشاشه، هي الفكره في اختلاف وانت بتبص على الشاشه ده اتجاهه فين. لان كان الكابتن جمال حمزه مشاركه في الراي، كان هو ضيفه وكان بيتكلم في فكره ان الكره بيجادل فيها، وحتى قال لك ايه ده الاثنين خبطوا في بعض. يعني ايه الاثنين خبطوا في بعض؟ ما حتى لو الاثنين خبطوا في بعض مين اللي اعاق الكابتن سعد سمير على انه يلعب الكره؟ ما هو الاصطدام ده، ولا هو الاصطدام مش في ضمن قانون اللعبه؟ النقطه الاهم هو ليه حضرتك مصر على انها فاول برغم ان انت واضح لك جدا ان الحكم طارق مجدي صفر قبل ما الكره توصل لاحمد رفعت، وبالتالي الشناوي وقف. الموضوع صعب كده. عندنا شاهدين، الشاهد الاول مكالمته فكره ان كابتن سمير عثمان قال كذا واللي نفيناه، والشاهد الثاني محاولته توجيه المداخله في اتجاه معين. ولكن هنجيب بقى فرضيه ثالثه خالص. فرضا ان كابتن كريم حسن شحاته كان نفسه يبقى حكم،
وحابب قوي موضوع التحكيم وما بيفوتش شردة ولا وردة، وعنده وجهات نظر ما بيفرقش معاه ان هو لازم يعبر عنها، وده معياره في كل الامور. نفترض ده، طب تعالوا نطلع نشوف تعقيبه على مباراة الزمالك والمقصة اللي كان فيها واقعتين صعبين جدا تحكيميا. نشوف الفيديو ونرجع نعقب عشان نفهم نوايا كابتن كريم حسن شحات. 1-0 للزمالك بتخلي الزمالك 6 نقاط في المركز الاول والثاني والثالث مع الاهلي وبيراميدز. الزمالك فوزين، فوز على الاتحاد السكندري الاسبوع اللي فات في الاسبوع الاول للدوري، والنهارده فوز على المقصه. الاهلي ايضا فوزين 6 نقاط، وفوز على سموحه والانتاج الحربي. بيراميدز ايضا 6 نقاط، فوز على ام بي وعلى طنطا النهارده. يعني الثلاث فرق بتوع السنه اللي فاتت اللي بينافسوا هم اللي بينافسوا برضو السنه دي. واهلي زمالك بيراميدز، او زمالك اهلي بيراميدز، او بيراميدز اهلي زمالك، هو ده الثلاثي اللي السنه دي شكله برضو هينافس على بطوله الدوري. المباراه النهارده كانت يعني متوسطه المستوى. الزمالك اداؤه اتحسن نسبيا في الشوط الثاني في الناحيه الهجوميه، وقدر يحرز هدف عن طريق احمد سيد زيزو. مبروك للزمالك، هارد لك لمصر المقصه. وكده الاسبوع الثاني من بطوله الدوري انتهى، ومن بكره هنبدا الاسبوع الثالث باول مباراه في الاسبوع الثالث، مباراه سموحه وام بي ان شاء الله الساعه 8 من استاد اسكندريه. كابتن احمد سامي، كابتن محمود فتح الله، ناقد رياضي خالد طلعت. فتح الله قول لي، يعني مبروك طبعا للزمالك النهارده، وقدر الزمالك يكسر تفوق المقاصد ده. انت ما اديتناش فرصه هنا ان احنا نفترض اي حسن نيه. اتكلمت في كل حاجة في مباراة الزمالك والمقصة إلا لمست إلا ضربتين جزاء التحكين. أهم حاجة ممكن تتكلم فيهم ضربتين جزاء واضحتين، كان دفع من النقاز ودفع من محمود علاء، ولم تحتسب للمقصة. هنا مفيش كنترول بيكلمك، هنا مفيش خبير تحكيمي هتجيبه عشان تتناقش معاه وتحاول توجهه. أعتقد النوع ده من التوجيه الإعلامي أصبح صعب جدا 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 إن احنا نتجاوز التعقيب عليه، لأن أنت بتحاول توجه المتلقي في سكة معينة، وصدقني السكة دي هتكون مقفولة في كل مرة هيكون التناول فيها بالشكل الغير موضوعي والغير حيادي زي ما حصل منك. انا بنصحه يرجع للحياديه والموضوعيه، بلاش حيادي. انا مش متفق مع فكره الحياديه، حتى لو منحاز ينحاز بمنطق وموضوعيه ويكون في حقائق. هو في قناه ينبغي ان تكون حياديه، وانا باكد على ده، هو في اعلام ينبغي ان يكون حيادي حاليا بس كده، ويبدو ان هو الافكار ما تخصش حاليا خالص. مش قلنا ربما هو متفق معاك. انت قلت هنا كمان في حاجه، هنا مفيش شاشه تلفزيون شاف فيها الاستاذ كريم حسن شحاته مباراه الزمالك والمقصه، اللي شاهدت حتى جدل بعد انتهاء المباراه وطرد اداري للكابتن طارق حامد، اللي طبعا كانت العقوبه مباراه واحده لا غير، برغم ان الطرد كان لسوء السلوك بيلزم عقوبه من مباراتين لاربعه، لكن خلاص بدات لجنه الانضباط تحط ايديها على مناطق الخلل. ولكن بما اننا ذكرنا الكابتن طارق حامد، والحقيقه المره دي انا مش هكلم حكام مصر.